فقط لك هداية تبين للناس. أما دخول الناس في الدين الإسلامي إخراج أحد هذا لا تقدر عليه، إذا بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. الهداية بيد الله، التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا عندنا أبواب أربعة ذكرها المؤلف حتى يبين لك بطلان عبادة، الأول بطلان عبادة ما سوى الله. فقال ما سوى الله الأصنام والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الباب الأول. قال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. لا تخلق، كيف تعبد وهم يخلقون؟ مخلوق مفتقر إلى غيره. نعم، هذا الباب الأول، بطلان ما عبادة ما سوى الله، بطلان عبادة الأصنام، بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ولا يستطيعون لهم نصرا. الآية. نعم. قال باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. بطلان عبادة الملائكة، وإذا بطلت عبادة الملائكة عليهم السلام غيرهم باب أولى. الباب الثالث. قال باب الشفاعة. بطلان الشفاعة، إن الشفاعة حق لله لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا غيرهم باب أولى. قال باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي من أحببت، نزلت في أبي طالب، أحب النبي صلى الله عليه وسلم هداية هذا الرجل لكن ما استطاع، حتى تعلم أنك بشر لا تضر ولا تنفع. ماذا عليك؟ عليك البلاغ. نعم، إذا انتهى هذا القسم، القسم الثاني بطلان عبادة ما سوى الله. الآن كأنه سائل يقول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول يا إمام التوحيد عرفناه، دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن توفاه الله حتى في فراش الموت يحذر من الشرك، لماذا يقع الشرك؟ لماذا نرى الشرك في الأمة؟ ما السبب؟ نريد نعرف الأسباب حتى نحذرها ونحذر منها. لماذا يقع الشرك في الأمة؟ قال أسباب وقوع الشرك ثلاثة، انتبه، أخطر الأسباب ثلاثة أسباب. الأول قال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين هو سبب الشرك قديما وحديثا. أول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، لبس عليهم محبة الصالحين. محبة الصالحين حق، لكن الطريق باطل، تصاوير وتماثيل وعكوف على القبر. وبعض الناس هدانا الله إياه يضع في الجوال مثلا صورة الشيخ فلان وفلان، لماذا؟ قال تذكر الوعظ. بن باز رحمه الله أمر بهدم بيت محمد بن عبد الوهاب، لماذا؟ رجل يعلم الناس التوحيد وينشر التوحيد ويأتي من أهل السنة من يذهب إلى الرياض إلى الدرعية أو كذا، يقول أريد أرى البيت الذي كان فيه محمد بن عبد الوهاب. ليش؟ لماذا؟ هل هذا طريق السلف؟ هل هكذا هو دعا لهذا؟ لا. إذن هذه محبة ما هي حقيقية، هذه محبة باطلة كذاب، هذه شركية. مش عليك بيت محمد بن عبد الوهاب. فالشيخ بن باز أمر بهدم بيت الشيخ، ليش؟ صيانة للتوحيد، حتى تعرف أن هؤلاء من يقال عنهم وهابية أرادوا أن يعلقوا الخلق بالخالق سبحانه وتعالى. وبعضهم قالوا والله هذه صورة بيت الشيخ مقبل رحمه الله، ما أراد هذا الشيخ مقبل، والله ما أراد أن ترى الكرسي اللي كان يجلس عليه المسجد، لا، أراد توحد الله. هذه المحبة الحقيقية. بعض الناس نهاية الدرس قال وين الشيخ؟ قال ايش تريد؟ قالوا قبل رأس الشيخ. كذاب، إلا من رحم الله. الشيخ ما أراد تقبل رأسه، أراد العلماء، ما أقصد أنا العلماء رحمه الله، أرادوا أن تأخذ العلم بحق تؤديه، تذب عن عرضه، صحيح، تدعو له في ظهر الغيب. هذه المحبة الحقيقية. أما أقبل رأسه غداء عشاء، هذا ما لا لا ما هي محبة. إذن لابد أن نتوسط في محبة الخلق الصالحين هنا، غلو مجاوزة الحد، إما مدحا أو قدحا، وهذا اللي واقعين في اليوم إلا من رحم الله، إما مدح أو قدح، يسب ويشتم
أو يتمسع ويتبرك ويركع ويسجد. وأول شيء حدث في الأرض. إذا لابد أن نتنبه لهذه المسألة الآن، محبة الصالحين، كيف نحب الصالحين؟ تحب محمد عبد الوهاب؟ إذا لابد تتعلم كتاب التوحيد تعلم، أما تذهب إلى بيته وإن درس وإن كذا وإن صنع لا. ولذلك تجد يعني أكثر علماء يعني ما يتكلم عن تراجم العلماء هؤلاء، صح؟ يعني أكثر لا أعرف ترجمة محمد عبد الوهاب. إيش يعنيني ترجمة محمد عبد الوهاب؟ لماذا؟ نريد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الميزان عندنا. هذا رفع بماذا؟ باتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المحبة الحقيقية. هذا الأول، أول شيء حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين، إما مدحاً أو قدحاً. صوروا تماثيله وعكفوا على قبورهم وطال عليهم الأمد فعبدوه، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ يقول أن القبور الآن الأصل أن تكون القبور خارج البنيان. هذا البقيع اللي تراه في المدينة كان خارج المدينة، والدليل أحاديث كثيرة، منها أن الذي كان يأكل ثوم وبصل ينفى إلى بقيع. وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الظهر حتى يذهب الذاهب إلى البقيع. القبور أين تكون؟ خارج البنيان. وداخل البنيان إيش تكون؟ مساجد، لأن أهل السنة يعمرون مساجد وغيرهم يعمرون المشاهد. القبور تكون خارج البنيان، نتوسط فيها لا إفراط ولا تفريط. لا يمكن أن تكون أي عبادة عند القبور إلا فقط شيء واحد، زيارة شرعية بشروطها. زيارات ثلاث أقسام: شرعية، بدعية، شركية. الشرعية أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخرة، أن لا يشد لها الرحم، أن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات بالصف عن الزلات. أما إذا نوى دعاء الله عند الأموات زيارة بدعية، نوى دعاء الأموات دون الله زيارة شركية. إذا السبب الثاني من أسباب وقوع الشرك التغليظ الشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح. إذا ما يمكن نأتي القبور إلا بزيارة شرعية بشروطها، والقبور تكون بعيدة. إذا من أخطر الأسباب القبور. الثالث: قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ماذا نصنع في القبور؟ نتوسط فيها، لا إفراط ولا تفريط. نرفع القبر مقدار شبر، يسنى يوضع عليه حجر أو حجرين، لا أشجار، لا ورود، لا جبس، ولا رخام، ولا غيره. حتى الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: حتى السور لا يمكن أن نبني سور حول القبور، إلا عند الضرورة نضع شبك حديدي سياج فقط، مصابيح لا مصابيح ولا غيره. لأن الغلو في قبور الصالحين صير أوثانا تعبد من دون الله. هذا السبب الثالث. إن عندنا ثلاثة أسباب هي أسباب وقوع الشرك: الغلو في الصالحين، يعبد الله عند قبر رجل صالح، يعبد الله لكن عند قبر، هذا خطر، فما بالك إذا عبد صاحب القبر. الثالث: غلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق كل طريق يوصل إلى الشرك، ونصح وبلغ وأدى وجاهد في الله حق جهاد. لكن يقول ابن القيم رحمه الله: أبى بعض الناس إلا أن يرتكبوا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن الغلو في الصالحين، غلو الصالحين. عن عبادة الله عند قبر الجار، عبد الله عند القبور. الغلو غلو في قبور الصالحين. فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. حتى المساجد أصبح يدفن فيها الصالحين. لماذا؟ لأن المساجد لله، وأن المساجد لله لم تصبح لله بعض المساجد.
قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إما بالسجود أو يبنوا عليها مسجد. يحذر، خاف على قبري عليه الصلاة والسلام. نعم قال. إذن هذه أبواب أربعة، فيها أسباب الشرك وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلب، وهذا من نعمة الله علينا أن كان النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله لقد جاءكم، أي والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم من البشر عزيز عليه ما عنتم يشق عليه ما يشق عليكم، حريص على هدايتكم، لم يترك شيئا يقرب إلى الله إلا وأمر به، ولم يترك شيئا يبعد عن الله إلا ونهى عنه. بعد هذا دخل المؤلف رحمه الله تعالى في قسم جديد، وهو القسم الخامس، تحت حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة. قام بعض الناس زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقالوا لماذا تدعو للتوحيد في الجزيرة؟ الجزيرة ما يقع فيها الشرك، تريد تدعو للتوحيد برا، أطلع برا الجزيرة. أو الشرك لا يقع، لا تقع فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. عبادة الأصنام والذبح، قال هذا ليس بالشرك، أنت لا تفهم الشرك. فرد عليهم بهذا الباب، باب خلاص ذكرته. نعم. قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة ليس الكل يعبد الأوثان. كيف نرد على هؤلاء من يقول لك أن الشرك لا يقع في الأمة في الجزيرة؟ تقول هذا الكلام أنا لا أعرفه ولا أفهمه ولا أعرف الرد عليه، لكن عندي نصوص بينة، وأنت من الذين سمى الله سبحانه وتعالى لي تتبع المتشابه وتترك المحكم، وأنا ما أسمع لك ولا أقرأ هذه الرسائل فيها الباطل. انتبه أخواننا، هذه الأيام تأتيك رسائل، حتى هناك من يشكك في كفر إبليس، والله موجودة الرسائل. لماذا نسمع لهؤلاء؟ لو قال لك قائل الشرك لا تقع في الأمة في الجزيرة تقول أنا ما أسمع لك، أنت من الذين سمى الله لي تتبع المتشابه تترك المحكم، عندي نصوص بينة واضحة، وأن القرآن والسنة أدلة كثيرة، منها الآن لعنة الله على اليهود والنصارى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلحق حال من أمتي بالمشركين وتعبد فئام من أمة الأوثان. وهذا الحديث اللي استدل به هؤلاء، هذا ما وقع في قلب الشيطان، أيس الشيطان أن يعبد المصلون، ترك الإغواء؟ لا. ثم قد يكون هذا زمن الصحابة رضي الله عليهم قوي فيه الإيمان، وأيس من الكل لم ييأس من البعض. الصحابة رضي الله عليهم قاتل أهل الردة، أين؟ أين قاتل أهل الردة؟ وين؟ في الشام؟ في العراق؟ في الهند؟ في الجزيرة العربية. إذا لو كان الشرك لا يقع في الجزيرة، إذا قتال الصحابة المرتدين ليس بصحيح، صح؟ الفقهاء في المذاهب الأربعة يذكر أشياء حكم المرتد حتى ولو كان أين؟ في الجزيرة العربية، حتى لو كان عند الكعبة، ما الفرق بين هنا وهنا؟ مفهوم؟ إذن رد عليهم بهذا الباب. عادة المؤلف رحمه الله يجمع لك المسائل ثم بعد هذا يفصل. الآن بدأ يذكر لك أعمال شيطانية، لأن لا تظن أن الشرك شرك فقط، لا، انتبه. يبدأ صغائر، يرتقي كبائر، يرتقي أصغر، حتى يوقعك في الأكبر. أول ما بدأ به الشيطان في قوم نوح عليه الصلاة والسلام بدعة. ما هي البدعة؟ الحق محبة الصالحين، ابتدع في محبة الصالحين، قال صوروا تماثيلهم واعكفوا على قبورهم، حتى عبدت من دون الله، وقع في الشرك الأكبر. انتبه من الصغائر تجرك للكبائر، والكبائر أصغر أصغر أكبر. آدم عليه الصلاة والسلام نبي، يقول بعض العلماء لو لم يذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصة آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن ما استطعنا نتكلم بكلمة. ظل يوسوس حتى أوقع آدم عليه الصلاة والسلام، يتركك والله مو ترك،
سد عليه كل الأبواب من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم. قل الشيخ لا والله ما سد فيه طريق، لا يمكن يغلق الشيطان وهو هنا. تلتجئ إلى الله، هذا التوحيد. لا تظن ترى بالعلم، لا، العلم لا يعصم من الوقوع في الشرك. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب توراه إنجيل ماذا صنع؟ يؤمنون بالجبت. إذن العلم لا يعصم من الوقوع، الذي يعصم هو الله. فهم؟ نعم، هذا التوحيد. تلتجئ إلى من؟ ولهذا قال لك الخوف، لا تقول أنا موحد وما في التوحيد مثلي وأعرف التوحيد قبل أن تولد وقبل أن يولد هذا اللي جاء هنا يتكلم في التوحيد. صحيح، لكن لا تخاف، لا بد تخاف. ومن يأمن بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذا بدأ المؤلف الآن يأتيك بأشياء عند الناس ليست بشك، ولهذا تمشي الآن في الطرق. في الأمس أنا والله أشوف المفتاح السحري، يا ولد يعني إيش؟ ما في مشكلة، مفتاح سحري موجود عندكم، ما يوجد محل المفتاح السحري موجود، والتنويم المغناطيسي صح، وألعاب سيرك وألعاب سحرية. الولد يأتي للأب قال يا أبي اليوم أبغى أشوف فيلم كرتون، قال إيش فيه؟ قال في الساحرة الفلانية. ما يتكلم الأب، أمر عادي. حتى كان عندنا مسابقة، في هذه تذاع المسابقة على الهواء، ما هو اسم أكرمك الله كلبة الساحر اللي فيلم كرتون؟ إذا عندنا فيلم كرتون تعليم السحر والتعويذات، ولا أحد يتكلم. والتوحيد عرفنا صح؟ صح أو لا؟ الصغير يطيح له سن وش يسوي؟ يذهب إلى الشمس، يستقبل الشمس ويقول يا شمس يا شموسة خذي سني واعطيني سن العجوزة ولا العروسة. صح؟ هذا عبادة الشمس عندنا. في شجرة تعبد الله، ما كل المخلوقات تعبد الله إلا الكفار، سموها أعوذ بالله. كيف حتى الأشجار عبدتوها لغير الله؟ إخوان اتقوا الله، ما يمكن تجعلوا عباد الشمس. تقول كيف عباد الشمس؟ عباد الله، تعبد الله. لو تنظر فيها تقول سبحان الخلاق. صح؟ قال لا، دوار الشمس كويس، ماشي حالك، دوار الشمس كويس. صح؟ مشكلة. إذا أدخلوا لنا الشرك من حيث لا ندري، أو أكبر بوابة لدعوة الناس للشرك بالله السحر. الساحر يكفر ويريد أن يعبد الناس للشيطان، ولهذا قال أعمال شيطانية. الآن بدأنا في أعمال الشياطين. أعمال الشيطانية علاقتها بالسحر، السحر كفر، أكبر بوابة دعوة الناس للشرك بالله. قال باب، عندنا مواقع اليوم والله أخواننا، زمان كان الساحر وصول للساحر صعب جدا. صح؟ وين تحصل ساحر يا رجل؟ لين تروح أفريقيا ممكن تموت لين تصل. اليوم ضغطة زر تصل للساحر، للكاهن، المنجم، الرمال، قنوات تعليم السحر، تعليم الكهانة، كل شيء موجود. ضغطة زر كفر أكبر، تصل للساحر. والمرأة تقول لصديقتها، تشتكي هذه المرأة تقول زوجي تعبني والله ظالم وكذا وكذا، تقول خلاص عندي، إيش عندي؟ قالت والله أخلي أصبع في يدك، خاتم في يدك. قالت تمام. قالت أنت ما تصنع الشيء، الاثنين شركاء في الكفر. والله صدق، والناس يتكلموا بهذا النساء أمر طبيعي عادي. صح؟ أمر عادي، تنويم مغناطيسي عادي، برمجة عصبية سموا إيش؟ ما يقولوا سحر اليوم، برمجة عصبية، العاب بهلوانية كذا كذا كذا. خفة يد إيش؟ خفة يد. طيب غدا صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال، يؤمن كل الناس، أنا تبالي خطوات. إذا عقد هذا الباب حتى تحذر من السحر وتعرف أن السحر كفر أكبر،
عرفنا السحر. قال باب، قال باب بيان شيء من أنواع السحر. الأول معلش. قال باب ما جاء في السحر. ما جاء في السحر أن الشرك أكبر. انتبه. وقد تظن أن السحر نوع واحد. قال لا، أنواع السحر أنواع. وأراد أن يبين لك أن السحر أنواع. قراءة كف، فنجان، تنويم مغناطيسي، برمجة عصبية، وأشياء كثيرة. نعم. بعده قال إن من البيان إلى سحرة. الساحر يتكلم بكلام معسول. هذا راح للساحر قال إنا لله إنا إليه راجعون. لا والله أنت لازم تلتجئ إلى الله صلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعال توضى يا ولدي، وعنده بول يتوضى منه، خلي هذا يتوضى منه. قال صل قبل القبلة هنا. قال أنت مريض مسكين، هذا القبلة قبلة هنا، قبلة الشيطان. وقال لازم ما تصلي. ها أنا مريض. قال مريض معذور، ما تصلي وتاكل ما تسمي وما تغتسل من الجنابة. ليش؟ حتى تأتيك الشياطين يصير شيطان. هذه من علامات الساحر، العقد مع النفس. يكتب أباجات حروف، لأنه يكتب له بسم الله الرحمن الرحيم ألف، قل هو الله أحد باء، الله الصمد سين. وهذا يضم قرآن، قرآن الأحرف هذه يعني كفر بما تقدم. أعطيه الورق هذا وقال خليها معك خلاص. كتابة أباجات، النظر في النجوم، قراءة الكف في الفنجان، هذه كلها من علامات السحر. أسأل عن اسم الأم، وقد يطلب أموال وقد لا يطلب، لكن يطلب منه شيء يعجز عنه. يقول مرضك خطير ونحتاج حتى نفك السحر فار أعمى. فنجيب فار أعمى. أنا فار مبصر ما أستطيع أجيب. قال عندي من يأتي به من أفريقيا أو قرد يتيم. قرد يتيم كيف أجيب قرد يتيم؟ قال عندي.